إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن مباشرة متابعي الأوفياء متابعي قناة شوف تي في في هذه الجولة مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي. إذن شنو رأيكم في الموسين اللي غدرات ومرات وزورات عفوا وثيقه شهاده الوفاه باش تمشي لاسبانيا عند العشيقه ديالها؟ للاسف الشديد متابعينا الاوفياء كما سمعتوا اليوم قصه ماساويه، قصه صادمه للاسف الشديد بكل المقاييس. اليوم جماعه تطفت عماله اقليم العرائش، موسين اللي في العمر ديالو تقريبا 55 سنه، هذا الموسين عايش جماعه تطفت اللي مزوج وعنده جوج وليدات. للاسف الشديد المراه ديالو زورت شهاده الوفاه، زورتها للاسف الشديد باش تمشي تخدم في الفريسة بعد ما منعها انها تمشي تخدم في الفريس باش تلتحق بالعشيق ديالها اللي كيتواجد بالديار الاسبانيه. قصة صادمة بكل المقاييس للأسف الشديد كما سمعنا وكما سمعتوا متابعين الأوفياء اليوم. وأكيد أننا غادي نسمعكم بعض اللقطات وبعض التصريحات من هذا الزوج اللي للأسف الشديد قصة مأساوية، قصة صادمة. هذا الزوج اللي كان تايق في المرأة ديالو للأسف الشديد ولكن ما عقلتش عليه ومشات مع العشيق ديالها وسمحت فيه. اكيد اننا غادي نسمعكم بعض التصريحات ديالو اللي دوزناه اليوم عبر قناه شوف تي في مباشره من جماعه تطفت عماله اقليم العرائش في هذه القصه الصادمه والقصه المأساويه ديال واحد المسن اللي للاسف الشديد ضحكت عليه الزوجه ديالو، ضحكت عليه وما عقلتش عليه رغم العشره، رغم العشرة ما عقلتش عليه للأسف الشديد. هذا الزوج هذا اللي صرح بوجه مكشوف وعطى تصريحات صادمة للأسف الشديد، واللي قال أن مراته، واللي قال للأسف الشديد أن مراته زورت شهادة الوفاة باش تلتحق بالعشيق ديالها في إسبانيا وكذلك باش تخدم من بعد ما منع الزوج ديالها ومن بعد ما منع الراجل ديالها انها تمشي تعمل تخدم تما. اذن كنحيو جميع المشاهدين وكنعتذروا تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي في هذه القصة المأساوية والصادمة للأسف الشديد. جماعة تطفت عمالة إقليم العرائش، القصة المأساوية والصادمة اللي للأسف الشديد بطلتها سيدة اللي للأسف ما عقلتش على الرجل ديالها وما رحمتوش للأسف أشد. القصة ديالنا هي هادي، خرجت شهادة الوفاة مشا ضرب الكاغيط مع الملكي محمد، ضرب الكاغيط مع الملكي محمد، ملي طلعت هنا لعند العامل مشات القنصلية. لا ما حبست، انا كان عندي دعوه معاه في 2017 ملي كنت مشي عند البوليس كيحبسوها دابا. مشي في الفريسه، انا ما حبستها، لا نقول لها انا تطلق مني وسير لاسبانيا، هي اللي نقول لك تلقاها، هي اللي ما تشوفهاش دابا الان، اللي نقول لك تلقاها ما تشوفهاش. من تما ولات تزوجت بالملكي محمد، ملي طلعت انا عند العامل نزوج في العامل
قلت لهم القنصليه فين هي يا وزوها لي. مشيت القنصليه ملي نعطيهم اعطيتهم العقد قالوا لي هاد السيده هذه مشى مع الملكي محمد العنوان ديالها في طرقونه عاد خدم معاه. مني دارت المدة عاوتاني وليت هوت القصة مشيت للمحكمة مع الجمعية قالوا لي بأن هو يا السيدة اتطلقات وما عندنا كيف يشبروها. وليت عاوتاني عند رئيس الجمعية زوجت فيه قلت له دابا الحال ما يمكنش هذا الحال هذا. إذن كما سمعتوا للأسف الشديد متابعين أوفياء هذا القصة هذه صادمة بكل المقاييس. هذا المسن هذا اللي كان تايق في السيدة ديالو والزوجة ديالو من بعد العشرة ديال 14 سنة من بعد العشرة والحلوة والحارة اللي قضاوها للأسف الشديد السيدة هذه ما عقلتش عليه. وكما قال في صريحات ديالو بأنها كتخونو مع شخص آخر للأسف الشديد وأنها زورت شهادة الوفاة ومشات لعندو حتى الديار الإسبانية للأسف الشديد. شنو رأيكم متابعين الأوفياء في هذه القصة الصادمة والقصة المأساوية اللي اليوم للأسف الشديد صراحة كنت مصدوم وتصدمت أنا بديك الحكاية اللي عودنا ديك المسن اللي كيعاني بصمت للأسف الشديد من بعد ما غدراته وسمحت فيه وطعناته للأسف الشديد. المسن اللي كيعاني بصمت كما قلت متابعين الأوفياء. شنو رأيكم متابعين الأوفياء متابعي قناة شوف تي في المسن اللي غدراته مراته وزورت وثيقة شهادة الوفاة باش تمشي لإسبانيا عند العشيق ديالها باش تمشي لإسبانيا؟ وقال لي ديك المسن بالحرف وكيدمع للأسف الشديد قال لي حتى ولادي اللي أنا والدهم معها بديت كنشك فيهم بأنهم ماشي ولادي. حتى ولادي اللي أنني والد معها ما بقيت كيبان لي بأنهم الأبناء ديالي من لحمي ودمي بدات كنشك بأنهم ماشي ولادي للأسف الشديد. شنو رأيكم متابعين الأوفياء في هذه القصة الصادمة والمأساوية؟ القصة الصادمة للأسف الشديد كما كنقول المأساوية والمعاناة لهذا المسن بعد ما زورت الزوجة ديالو وثيقة الوفاة ومشات ديك الوثيقة على أساس أن الزوج ديالها متوفي ومشات لإسبانيا على أساس أنها تخدم في الفريس. ولكن للأسف الشديد هي فقط مشات باش تتلاقى مع العشيق ديالها للأسف الشديد. كنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام أكيد متابعين الأوفياء. شنو رأيكم في هذه القصة المأساوية والصادمة اللي ديال المسن للأسف الشديد اللي كيعاني في صمت من بعد ما غدراتو وطعناتو الزوجة ديالو للأسف الشديد كما قال السيدة هذه طعنتني وغدرتني في الشرف ديالي للأسف الشديد. قصة صادمة متابعين الأوفياء. شنو رأيكم في هذه القصة؟ نتمنى أنكم تعطيونا الآراء ديالكم في هذه القصة المأساوية والصادمة القصة الحقيقية أكيد متابعين الأوفياء في هذا المسن اللي العمر ديالو 55 سنة وهي تقريبا العمر ديالها نقدروا الحساب ما قال لي نتذكر وهي العمر ديالها تقريبا 41 سنة أو 45 سنة بالضبط. قصة صادمة بكل المقاييس. إذا كنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع البطيوي. شنو رأيكم متابعين الأوفياء في المسن اللي غدرات وماتو وزورت وثيقة شهادة الوفاة باش تمشي لإسبانيا عند العشيق ديالها؟ شكرا لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء